الآن فهمتكم، مسرحية كوميدية سياسية هادفة تشخص حالة المواطن الأردني والعربي المغلوب على أمره من خلال شخصية أبو صقر، الإنسان الأردني التائه بين صدق مشاعره ورؤيته للفساد وسماعه لشعارات الحكومة الداعية للإصلاح، وفي نفس الوقت تستعين بلغة الإرهاب وعضلات البلطجية الرافدين لسماع آراء ومطالب الشعب. راح تخرب بيتنا، هذا راح تسوي لنا مشاكل، لا لا شفت عن فضايات. اسمعوا هذا وضعي، اذا عاجبه عاجبه واللي ما عاجبه ينقلع. ها انا طبعي، اسمع طبعي هذا هو ما راح يتغير. ما ظل شيء كمان بالوقت ما بتغير. ام صقر، ها يا ابو صقر، خابر في عنا لقم غسيل. ها صدحي جيبي، خل نسوي دوار للاستاذ. رغم غياب ذلك الرئيس المخلوع زين العابدين بطريقه ثوريه دراميه، إلا أن مقولته الآن فهمتكم بقت تنبض في أروقة هذه المسرحية، مسرحية أبطالها أب جسد رؤساء عرب فهموا متأخرا، فجاء وقت الحساب فوقعت عليهم صنوف الإقصاء والعذاب. بكل بساطة يسمع المسؤول من مكان رب أسرة أو غيره، يسمع شعبه، يعيش معه، يعيش أوجاعه، يحاول يعيش زي ما هو عايش شعبه. وكذلك الأب أبو صقر لو انه عاش مع اولاده وانتبه لاولاده، لانه احنا اكثريتنا خاصه يعني الفلاحين احنا شويه بنهتم بالناس برا اكثر من بيته، فالانسان عشان ما يخسر بيته وكذلك الزعيم عشان ما يخسر شعبه ولا يخسر حاله. هذا رساله. حراك مسرحي تناول مفهوم البلطجيه مستحضرا مآسي شعوب عربيه وخاصة الشأن الأردني به جانب، جاء ذلك بطرح أبو صقر لقضايا الفساد وجسد اللاوفاق بين المواطنين وحكوماتهم. ما عليك لا تشبر الموضوع، لا أنت أول وزير ولا آخر وزير فاسد. قصدي طلع عليه قضايا فساد، بعدين أنت بتشتغل مع ناس فوق. الله والله لو بسفروك برا وجيبوك على المطار عشان الحبوب غير مشوها. يعني أبو صقر هو مثل بهذه المسرحية بأنه زعيم مصغر مجسم لزعيم عربي، لذلك الرسالة كانت إذا لم تتغير فسوف تغير بالتأكيد. رسالتنا الكبرى اللي انطلقت منها المسرحية بأنه من لم يدرس التاريخ جيدا حتما سيرسو في الحساب. بشكل حالة اجتماعية ثقافية ربما أنها توصلنا إلى بر الأمان عربيا. الحكم بأيد من نار وحديد، هذا ما عاد لا يطيقه الشعب طويلا، وهذا ما رفضته عائلة أبو صقر. فدارت دوائر الأمور وأمسى لأبو صقر والزين وأسود الغاب نهاية، ولكل فاهم متأخر يقول الشعب لا سبيل إلا الرحيل. أبنائي الآن فهمتكم. عماد العضايلة، إم بي سي، عمان. في الختام إليكم أبرز ما جاء في هذه